ثانية ولسه مكملين معاكم في صباح عنف اليوم الختامي لمهرجان الجونة الأول للأفلام السينمائية، وخلينا نقول إنه مشاركة مصرية متميزة ومنها طبعا فيلم فوتو كوبي للمخرج تامر عشري والكاتب والمؤلف هيثم دبور. برحب بكم مرة تانية. كنا بنتكلم قبل فاصل إنه إزاي القدر ده نجح الفيلم إنه يكسر من التيمات التقليدية وإنه يروح في منطقة تانية إحنا يمكن مش متعودين عليها في السينما المصرية بقالنا فترة. وهنا أروح معاك هيثم لفكرة الشخوص اللي أنت اخترتها، يعني وانت بتكتب الفيلم ده هل كان في دماغك محمود حميدة وشيرين رضا؟ ويعني عايز اعرف اكيد بيبقى في تخيلك برضو لكاست معين في دماغك، طبعا عارف بالرجوع للمخرج بس اختيارك للشخص لانها شخص صعبة. خلينا انا ممكن اضيف بس حاجة هنا قبل ما تجاوب تامر، لان شيرين رضا تحديدا انت بتختار يعني فنانة اولا هي حلوة جدا، بعدين هي صغيرة في دور الست صفية وهي مفروض ست كبيرة في السن، ازاي يعني فعلا ايه اللي خلى يجي في ذهنك ان او انتوا الاثنين ان هي شيرين رضا الاصح للدور ده؟ يعني دي حاجة انا نفسي عايز اعرفها. بصي هقول لك عشان ابقى صريح معاكي، وانا بكتب ما بتخيلش مين الممثل اللي هيقوم بالدور عشان ده ما يحدنيش. يعني انا لو طول الوقت بتخيل هو مين الممثلة اللي ممكن توافق ان هي تبقى كبيرة في السن، فتخيل ممثلات كتير جدا ممكن يرفضوا الدور، انا مش هبني شخصيه صفيه زي ما انا عايز ابنيها وزي ما ممكن تخدم الدراما. فانا بخلص السيناريو كاملا في الاول، بتناقش فيه انا وتامر كتير جدا، بعد كده بنبدا مرحله مين بقى الفنان اللي يليق على مين اكتر حد يليق على الدور ده، ومش بس مين يليق على الدور ده، مين يليق على الدور اللي قدامه. لان انا يعني احنا اتعلمنا ان التواجد على الشاشه بيبقى فيه كيمياء كده، او بيبقى فيه نوع من ان فلان يبقى قدام فلان هيبقوا لطاف جدا. فبنقعد نتناقش، اتناقشنا انا وتامر والمنتج صفي الدين محمود، والحقيقه كان فيه بينا لحسن الحظ توافق كبير جدا على الادوار. يعني كان استاذ محمود حميده هو خيارنا الاول، والحقيقه لما بعتنا له السيناريو واحنا ما كناش نعرفه توقعنا ان هو هيرد علينا بعد وقت طويل، كلم تامر بعد يومين او ثلاثه بالظبط وقال له انا عايز اعمل الفيلم ده، يعني قابل تامر وعايزين نعمل الفيلم ده وانا شايف نفسي فيه. يمكن في العرض الخاص كمان هو كمان واضح ان هو مبسوط باختياره وقال انا عايز اعمل ده لانه هيضيف لي. الحقيقه يعني هو ضاف لنا كتير، يعني انا ما اقدرش اقول غير ان احنا يعني انا اتعلمت منه حاجات كتير، الخبره والقدره على ان هو يشوف الحاجه الجيده في العمل ونطورها. اعتقد دي بتفرق بشكل كبير، القدره انك تبقى شايف ان ده مش فيلم بس، ده مشروع مخرج ممكن يبقى ممتد العشر سنين قدام، او مشروع كاتب هيبقى عنده مشروع الشخصي في الاعمال اللي بيقدمها، فتبقى شايف انت بتقدم معهم ايه. هيثم انا هسالك معلش نفس السؤال ده برضو مهم، شخص اختيارك للشخصية، يعني خلاص مرحلة السيناريو والحوار خلصت وما بيبقاش فيها زي ما تامر كان بيقول ان تفكير اصلا مين الممثل، بس بعد كده بتيجي بقى اللي هي الستاب بتاعت اختيارك للممثلين، ده بيبقى اولا اختيار المخرج بس، وتاني حاجة برضو انت ازاي شفت كل شخصية في الممثل بتاعها؟ هو يعني اول ما يعني انا بس عايز ابدأ من بداية لما صفية قرأ الفيلم، هو قال لي انه انت محتاج نجم على الفيلم، قلت له انا عارف ده. الصعوبة كانت انه النجم ما هواش حد صغير في السن، هو حد كبير في السن، وده في حد ذاته بالنسبة للمنتج او بالنسبة للمخرج يعني هنروح فين هنكلم مين. بس انا من الاول كان عندي اختيار واضح انه انا عايز استاذ محمود حميدة، فصفية قال لي كلمه وبعت له السيناريو، يلا نبعت له السيناريو ونشوف. وفي الحقيقة انه استجابته للموضوع كانت بالنسبة لي شيء يعني مبهر وبسطني جدا، لانه هو بعديها بيومين كلمني وقال لي تعالى نقعد، وقعدنا وكانت الدنيا يعني لطيفه جدا، قعدنا ميتنج بيننا وبين بعض وبعديها قال لي يلا بينا نشتغل. انا متخيل ان هو في الميتنج حس انه تمام، يعني انا داخل مع مخرج الى حد ما هو عارف هو عايز يعمل ايه فهنشتغل مع بعض. كمان استاذ محمود في الحقيقه وجوده في الفيلم كان اضافه ليا انا كمان كمخرج كتير، يعني فرق معايا كتير جدا في اللوكيشن وفي تعاملي مع المشاهد وايقاع المشاهد والدراما. يعني على خلاف شيرين رضا، شيرين في الحقيقه بالنسبه لي انا اشتغلت معاها لما كنت مساعد مخرج في الفيل الازرق،
وكنت شايف من بدري ان شيرين عندها مساحات لطيفه جدا في فكره الشخصيات، لان هي عندها استعداد طول الوقت ان هي تشتغل على شكلها، ما عندهاش ازمه في فكره ان هي طول الوقت عايزه تطلع حلوه. صح، هي قالت كده فعلا لما كان حد بيسالها وازاي ترضي، قالت لهم يعني ازاي ارضى، انا ممثله مفروض اعمل كل الادوار، فاجابتها عجبتني جدا. بالظبط، هي في الاخر بتتعامل مع موضوع الشخصيات ده، انه دي شخصيه فيلم يعني ملهاش علاقه بشخصيه شيرين رضا اللي احنا بنشوفها بره الفيلم. بس انت كان عندك اوبشن، انت ممكن تجيب حد كبير في السن، انت اللي اخترت انك بص تعمل. بص مش هكدب عليك يعني في النهايه في 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 ناس كتير جدا ممكن يبقى عندها تخوفات من الدور، هو مش بس لان هي كبيره في السن، لان هي حالتها الصحيه في يعني فاهمني، فمش شرط يبقى الدور مقبول لناس كتير. فبس شيرين في الحقيقه ان اضافت للدور بشكل قوي جدا، لانه كمان المساحات اللي اشتغلت عليها في الشخصيه وان هي اتغير في شكلها وان هي والشعر والميك اب وكل ده، وهي ادتني مساحه ان انا اشتغل في الحته دي براحتي جدا. فبسطت جدا في الشغل مع شيرين، وشايف انه شيرين لسه عندها كتير جدا تقدمه في الجزء بتاع هتبهرنا يعني بشخصيات تانية اعتقد في الفتره اللي جايه. انا عايز اقول لك كمان انه خلينا انه في عامل كمان في الفيلم ده يمكن يكون مميز جدا، انه بغض النظر طبعا عن اختيار النجوم وكل التحيه ليهم، محمود حميده، شيرين رضا، بيومي فؤاد، احمد باشا، طب برضو كان اختيار الحقيقه دقيق وحلو جدا.